أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. محترم حاضرین کرام، ابھی میں یہاں پر عزیزی عبید اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کو رونق بخشیں اور ہم ہمیشہ قال اللہ اور قال رسول اللہ سنتے رہیں کہ مومنوں کی شان ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا. برادرم عزیزم عبید اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذین كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء. جعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا
إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله.